السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد مع Open Building Designer من شركة بنتلي. ودلوقتي هنشوف لو احنا عايزين نرسم فورم. هروح لهنا فورم، وعندنا انواع كتيرة جدا ممكن نشتغل عليها زي مثلا اللينير. فممكن ابدأ ارسم كده اهوت. خلي بالك واحنا بنرسم هو بقى بيسألك الارتفاع كام. ممكن مثلا تغير تخليها 2 متر، الويتس ممكن تخليه مثلا 80، البيس اوف سيت فتبدأ من فوق اعلى وهكذا. الاختيار ده كلوز بيخلي الشكل مغلق، لو انا شلته هتلاقي ان هو ماشي بشكل مفتوح، وانت في الاخر ممكن تقفله او ما تقفلوش زي ما انت عايز. ممكن تلاقي بقى عندي هنا الفري فورم، ارسم اي شكل كده على الارض اهو. وعندي هنا البيس اوف سيت والهاي، لما الشكل بيخلص هو بيبدأ يديله الارتفاع. ممكن بعد كده اعمل سيلكت على الشكل دوت، ومن قلب الخصائص ممكن تغير السكيل بتاعه زي ما انت عايز، او من المقابل دي تبدأ تطلع الشكل ده هنا او تغير فيه. هو بيديك الانفورميشن انها كلها بتتغير، زي السايد اريا والتوب اريا، كل المعلومات دي بتتغير حسب التعديل اللي انت بتعمله.